بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. رأينا في الفقرتين السابقتين بعض العبارات التي من خلالها نعبر عن آرائنا. في الفقرة سنذكر بذلك من خلال الحوار التالي، ثم ننتقل إلى لو فيرب دوفوار. نأخذ أولا الحوار. تقول كنزة: Pourquoi tu veux acheter cette robe bleue؟ لماذا أنت تريدين شراء هذا الفستان الأزرق؟ Pourquoi tu veux؟ لماذا أنت تريدين؟ طبعا عندنا لو فيرب فولوار يعني فعل أرادة. Pourquoi tu veux acheter، شراء، طبعا هنا عندنا فعل اشترى ولكن يأتي بمعنى شراء. طبعا كما نلاحظ بأنه لم يصرف، لماذا؟ لأنه يأتي مباشرة بعد لو فيرب فولوار. Tu veux acheter، إذا الأول يصرف مع تي، الثاني لا يصرف. لماذا؟ لأنه يأتي مباشرة بعد لو فيرب فولوار. Tu veux acheter. إذا pourquoi tu veux acheter، لماذا أنت تريدين شراء؟ نفس العبارة تعني في المذكر، لماذا أنت تريد شراء؟ إذا تحدثنا مع ولد أو مع رجل مثلا، pourquoi tu veux acheter، لماذا أنت تريدين شراء؟ cette robe، هذا الفستان. طبعا كلمة robe هي كلمة مؤنثة كما نقول فستانة، إذا cette robe، لذلك نستعمل هذا ست ولا نستعمل سو، ولا نستعمل كلمة سو التي تدل على المذكر. إذا pourquoi tu veux acheter cette robe، لماذا أنت تريدين شراء هذا الفستان بلو الأزرق؟ كما تلاحظوا بأن كلمة بلو أضفنا لها أ، نضيف أ مع المؤنث، هاد أ خاصة بالتأنيث. في حالة مذكر نحذف هاد أ، مثلا نقول أن ستيلو بلو، في المذكر نكتب كلمة بلو بدون هاد أ. إذن pourquoi tu veux acheter cette robe bleue، pourquoi tu veux acheter cette robe bleue. ثم تضيف كنزة فتقول à mon avis la rouge est plus jolie، à mon avis la rouge est plus jolie، à mon avis في رأيي la rouge est plus jolie، الأحمر أكثر جمالا. المقصود خذي الفستان الأحمر بدل الأزرق فهو أكثر جمالا. تقول كنزة كما قلنا pourquoi tu veux acheter cette robe bleue، à mon avis la rouge est plus jolie، à mon avis la rouge est plus jolie، في نظري الأحمر أكثر جمالا. تجيب سلمى التي تشتري الفستان je ne suis pas d'accord avec toi، أنا لست متفقة معك. وأيضا نفس الجملة تقال أنا لست متفقا معك، ليس هناك تغيير. إذن je ne suis pas d'accord avec toi، أنا لست متفقة معك. تقول كنزة mais tu ne dois pas l'acheter sans l'essayer، mais tu ne dois pas l'acheter sans l'essayer، ولكن أنت لا يتوجب عليك أن تشتريها sans l'essayer، دون تجربتها. essayer quelque chose يعني أنك تجرب شيئا، c'est le verbe essayer، هذا فعل جربة، ومنها الاسم أو المصدر laisser، laisser، laisser يعني التجربة. إذن essayer يعني جربة. mais tu ne dois pas l'acheter sans l'essayer، mais tu ne dois pas l'acheter sans l'essayer، ولكن أنت لا يتوجب عليك شراءها. l'acheter شراءها، acheter اشترى، l'acheter شراءها أو اشتراها. هاد الأبوستروف تعوض الفستان، تعوض la robe، تعوض la robe. mais tu ne dois pas l'acheter sans l'essayer، ولكن أنت لا يتوجب عليك شراءها دون تجربتها. mais tu ne dois pas l'acheter sans l'essayer، ولكن أنت لا يتوجب عليك شراءها دون تجربتها. المقصود هنا mais tu ne dois pas acheter la robe sans l'essayer، ولكن أنت لا يتوجب عليك شراء الفستان بدون تجربته. sans l'essayer، mais tu ne dois pas l'acheter. إذن هنا هاد الأولى tu ne dois pas acheter la robe sans essayer la robe، ولكن أنت لا يتوجب عليك شراء الفستان دون تجربة الفستان. طبعا كما تلاحظوا بأن هذه الكلمة تتكرر، إذن علينا أن نعوضها بضمير. الضمير اللي غيعوض لنا كلمة فستان اللي هي لا غوب هي هاد الأبوستروف. في الحقيقة اللي تعوض الفستان هو لا، نقول لا غوب، لا غوب. هاد لا هي الضمير اللي تتعوض الفستان مادام أن الكلمة مؤنثة. مثلا لو كانت الكلمة مذكرة لو ستيلو، مثلا الكلمة اللي غتعوض لنا في هاد الحالة هو الضمير لو. طبعا عندنا لا في هذه الحالة اللي غتعوض الفستان تنتهي بأ، ثم عندنا لو فيرب أشتي يبتدئ بأ،
يبتدئ بإن فويال. ثم عندنا الفيرب إيسيي هو أيضا يبتدئ بإن فويال. إذا ملي تيتلاقاو عندنا دو فويال تنحذفو الأولى. مثلا عندنا أنا تي نو دوا با لا أشتي، تي نو دوا با لا أشتي، تي نو دوا با لا أشتي. طبعا لو أخذنا فعلا آخر غير مبدوء بإن فويال، مثلا لو فيرب مونجي، نقول ماذا؟ تي نو دوا با لا مونجي، تي نو دوا با لا مونجي. مادام أن لو فيرب مونجي يبتدئ أم ليكون صون حرف صامت وليست إن فويال وليست حرف متحرك، إذا طبعا في هذه الحالة هاد لا تبقى، تبقى ولا نحذف منها هاد أ. إذا نقول تي نو دوا با لا مونجي، نقول تي نو دوا با لا مونجي، لا يتوجب عليك أكلها. تي نو دوا با لا مونجي، لا يتوجب عليك أكلها. هنا عندنا طبعا لو فيرب أشتي كما قلنا يبتدي إن فويال اللي هي أ، ثم عندنا لو فيرب إيسي يبتدي أيضا إن فويال اللي هي أ. إذا طبعا هاد لا غنحذفو لها هاد أ، ثم نضع أبوستروف حتى لا تأتي في النطق ثقيلة، نقول تي نو دوا با لا أشتي. إذا الأحسن أن نقول تي نو دوا با لا أشتي. ثم سون لا إيسي، سون لا إيسي طبعا ستأتي ثقيلة، إذا الأحسن أن نقول سون لي، الأحسن أن نقول سون لي، سون يعني بدون أو دون، لي تجربتها، سون لي بدون تجربتها. إذا تقول كنزة كما قلنا ما تي نو دوا با لا أشتي سون لي، ولكن أنت لا يجب عليك الشراء دون تجربتها، يعني بدون ما تقيستها وتعرفي واش غتجي قدك ولا لا. تي نو دوا با لا أشتي سون لي. إذا كنزة تقول لسلمى ما تي نو دوا با لا أشتي، ولكن أنت ما خاصكش تشريها بلا ما تجربيها. طبعا غنستعمل هنا لو فيرب دوفوار اللي غنشوفوه بعد لحظات. ما تي نو دوا با، ما تي دوا، ولكن أنت يتوجب عليك، يعني أنه خاصك دير هاد الحاجة. ما تي نو دوا با، ولكن أنت لا يتوجب عليك، كما نقول ما خاصكش تعمل هاد الحاجة. إذا ما تي نو دوا با لا أشتي سون لي. ثم تقول سلمى لاس ما شوازير ترونكيل مو كنزة، اتركيني أختار بهدوء يا كنزة. لاس ما اتركيني أو اتركني في حالة الكلام مع شخص مذكر، لاس ما اتركيني أو اتركني، شوازير أختار أو كما نقول اختيار، اتركيني اختيار. طبعا عندنا هنا لو فيرب اختار، سي لو فيرب شوازير. لماذا لم يصرف؟ لأنه يأتي مباشرة بعد لو فيرب لاسي، لاسي شوازير، لاسي شوازير. طبعا الضمير موا اتركيني، اتركيني، إذا هادني هي هاد موا. إذا الأصل عندنا هنا لاسي شوازير، الأصل عندنا هنا لاس شوازير، لاس شوازير، اترك يختار. نقول مثلا لاس له شوازير، اتركه يختار، لاس له شوازير، اتركه يختار. إذا فعل شوازير اللي هو فعل اختار لم يصرف، فعل شوازير اللي هو فعل اختار هو اللي عدو علاقة بكلمة لشوى، هو اللي عدو علاقة بكلمة لشوى الاختيار. نقول مثلا تي لشوى، تي لشوى، أنت عندك الاختيار. ممكن أننا نقول tu n'as pas le choix، أنت ليس لك اختيار، أو أقول je n'ai pas le choix، ليس عندي اختيار. إذا نتكلم عن لشوى، طبعا اللي تيجي منه فعل شوازير، فعل اختار. لاس مو شوازير، اتركيني اختار ترونكيل مو كنزة، اتركيني اختار بهدوء كنزة. المقصود، المقصود اتركيني اختار ولا تزعجيني يا كنزة. ننتقل الآن إلى لو فيرب دوفوار. أقول مثلا تي دوا، أقول مثلا تي دوا، أنت يتوجب عليك. طبعا أقول أيضا جو دوا، أنا يتوجب عليا، أو أستعمل صيغة النفي فأقول تي نو دوا با. طبعا لو فيرب دوفوار في البريزون أقول ماذا؟ أقول جو دوا، تي دوا، إل دوا، نو دوفون، نحن يتوجب علينا، فو دوفي، أنتم يتوجب عليكم، إل دواف، هم يتوجب عليهم. طبعا في الباسي كومبوزي نقول جي دو، جي دو، تو يا دو، إل أ دو، نو زافون دو، فو زافي دو، إل زون دو. إذا أقول مثلا جي دو كيتي، كان علي أن أغادر، كان يتوجب علي أن أغادر. طبعا نتكلم عن لو فيرب دوفوار في الماضي، في الباسي كومبوزي. طبعا نتكلم عن الماضي مركب.
يتركب من لوكسيليير افواغ اللي هو اي اس ا افون افي اون، ثم زائد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل دوفوار اللي هو دي، زائد دي اللي هو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل دوفوار. طبعا كما قلنا فيما سبق بان كل فعل عنده لو بارتيسيباسي الخاص به، يعني انه يضاف في مثل هذه الحالات، يضاف في مثل هذه الحالات. مثلا الباسي كومبوزي يعني في حاله الماضي مركب، مثلا اقول مثلا تي دو تي نو دو با. نبرونو ليكزامبل سويفونت، ناخذ المثال التالي. لو بروفيسور دي اماليكا، ماليكا تي دو ترافايي بلوس بور افوار دو ميور ريزولتا. ماليكا تي دو ترافايي بلوس بور افوار دو ميور ريزولتا. بور افوار دو ميور ريزولتا. ماليكا تي دو ترافايي، انت يتوجب عليك العمل. المقصود ماليكا انت خاصك تخدمي بلوس، اكثر زياده. بور افوار هنا طبعا كما نقول الامتلاك. بور افوار لو فيرب افوار ما مصرفش لانه اتى في هذه الحاله بعد بور. طبعا في كل حاله نذكر بهذه الحالات التي لا يصرف فيها الفعل. اذا ذكرنا فيما سابق الفعل عندما ياتي مباشره بعد فعل اخر، هنا عندنا الفعل ياتي بعد بور، هنا عندنا الفعل ياتي بعد بور، هنا ايضا لا يصرف. تي دو ترافايي بلوس بور افوار دو ميور ريزولتا، ليكون لك افضل نتائج، ليكون لك احسن نتائج، ليكون لك افضل نتائج عليك ان تعملي زياده. ماليكا تي دو ترافايي بلوس بور افوار دو ميور ريزولتا، اذا ماليكا عليك ان تعملي زياده ليكون لك احسن نتائج، ليكون لك افضل النتائج. او تقول استاذ لتلميذ مثلا حسن تي نو دو با سورتير دو كلاس سون بيرميسيون، اذا انت لا يتوجب عليك الخروج من القسم دون اذن، كما نقول هنا دون ترخيص بيرميسيون، يعني كما نقول ترخيص. نتكلم عن لو فيغ بيرميتر، يعني انك تمكن، تمكن من، كما نقول انك تعطي ترخيصا. اذا نتكلم عن لو فيغ بيرميتر تي نو دو با سورتير دو كلاس سون بيرميسيون. تقول ام لابنتها مثلا تي دو ريستي دون لا كوزين بور لي تورني دو طون زون طون، انت عليك ان تبقي في المطبخ لكي تحركيه من وقت لاخر. تقول ام لابنتها مثلا تي دو ريستي دون لا كوزين بور لي تورني دو طون زون طون، تي دو ريستي دون لا كوزين بور لي تورني دو طون زون طون، انت عليك ان تبقي في المطبخ لتحركيهم، او عندنا هنا لتدوريهم، لتدوريهم دو طون زون طون من وقت لاخر، لتدوري بعض المأكولات مثلا حتى لا تحترق مثلا. اذا طبعا هنا نتحدث عن لو فيرب تورني. لو فيرب تورني المقصود به دوار، وممكن انه يعني غير اتجاها ما، اذا نتكلم عن لو فيرب تورني. ايضا لو فيرب تورني ممكن انه يعني سجل بواسطه اجهزه التصوير. نقول مثلا تورني ان فيلم، تسجل بواسطه اجهزه التصوير فيلما مثلا. نتكلم عن تورني ان فيلم. يقول شخص مثلا لاخر tu dois aussi savoir bien des choses avant de prendre des décisions. Tu dois aussi savoir bien des choses avant de prendre des décisions. Tu dois aussi savoir bien des choses avant de prendre des décisions. انت او انت عليك او عليك ايضا معرفه جيدا des choses اشياء avant de prendre des décisions قبل أخذ قرار. المقصود قبل أن تأخذ قرارا أو قبل أن تأخذ قرارا. أنت أو أنت خاصك أيضا تعرف مزيان شي حويج قبل ما تأخذ القرار. أنت خاصك أيضا تعرف مزيان شي حويج قبل ما تأخذ القرار، يعني أن هناك أشياء عليك أن تعرفها جيدا قبل أن تأخذ قرارا. Tu dois aussi savoir bien des choses avant de prendre des décisions. Avant de prendre des décisions. ثم tu dois dénoncer, c'est la meilleure façon d'agir. Tu dois dénoncer, c'est la meilleure façon d'agir. C'est la meilleure façon d'agir. يأتيك شخص مثلا مشتكيا من وضع ما، تقول له مثلا tu dois dénoncer. Tu dois dénoncer. C'est la meilleure façon d'agir. C'est la meilleure façon d'agir. Tu dois dénoncer. عندنا le verbe devoir. ثم عندنا le verbe dénoncer. ثم عندنا لو فيرب دينونسي كما نلاحظ انه غير مصرف لانه اتى مباشره بعد فعل دوفوار. طبعا لو فيرب دينونسي المقصود به الغى. نقول مثلا دينونسي
un contrat. Dénoncer un contrat. على اتفاق. Dénoncer un contrat. على اتفاق. أقول مثلا j'ai dénoncé le contrat. أنا ألغيت الاتفاق. J'ai dénoncé le contrat. أنا ألغيت الاتفاق. ثم أن لو فيرب dénoncer ممكن أن يعني ندد. نقول مثلا dénoncer des abus. يعني أنك تندد بالشطط. تندد بسوء معاملة أو تبلغ عنها لأن لو فيرب dénoncer أيضا يعني أخبار العدالة. يعني أنك تخبر العدالة عن شيء ما. في عبارة أخرى نقول مثلا راشيد tu dois aller chez ton cousin et l'accueillir. راشيد tu dois aller chez ton cousin et l'accueillir. راشيد أنت يتوجب عليك الذهاب عند ابن عمك واستقباله. ربما أنه سينزل بالمحطة وأنت تستقبله. راشيد tu dois aller chez ton cousin et l'accueillir. ثم يمكن في عبارة أخرى أن يقول مسؤول ما لمستخدم Eh bien sûr, tu ne dois pas fumer dans l'usine. Eh bien sûr, وبالطبع أو بطبيعة الحال, tu ne dois pas fumer dans l'usine. أنت لا يتوجب عليك التدخين في المعمل. في وضعية أخرى مثلا ممكن أن شخصا ما يقول لابنه aussi أيضا tu ne dois pas oublier. أنت لا يتوجب عليك أن تنسى. Que tu dois toujours, بأنه عليك دائما dire la vérité, قول الحقيقة. Tu ne dois pas oublier. أنت لا يتوجب عليك النسيان. Que tu dois toujours dire la vérité. Que tu dois toujours dire la vérité. لأنه يتوجب عليك دائما قول الحقيقة. نقول في عبارة أخرى مثلا Tu ne dois pas croire aveuglément à tout ce qui est dit dans cette histoire. Tu ne dois pas croire aveuglément à tout ce qui est dit dans cette histoire. Tu ne dois pas croire. أنت لا يتوجب عليك تصديق أو الاعتقاد. طبعا عندنا لو فيرب كخواغ يعني اعتقد او صدق. Tu ne dois pas croire. انت لا يتوجب عليك اعتقاد او تصديق. Aveuglement يعني بشكل اعمى. Aveuglement بشكل اعمى. À tout ce qui est dit dans cette histoire. لكل ما قيل في هذه القصة. L'aveugle هو الاعمى. نصف شخص بانه aveugle يعني انه اعمى. نصف شخص بانه aveugle بانه اعمى. اذا aveuglement يعني بشكل اعمى. Tu ne dois pas croire aveuglément. أنت لا يتوجب عليك أن تصدق بشكل أعمى. À tout ce qui est dit dans cette histoire. أن تصدق كل ما يقال في هذه القصة. طبعا هناك الكثير من الأخبار تنشر على وسائل الإعلام أو عبر منابر أخرى أن يكون فيها الكثير من الكذب. علينا أن لا نصدق كل ما يقال أو كل ما ينشر. إذن كما عندنا هنا عليك أن لا تصدق بشكل أعمى كل ما قيل في هذه القصة. Tu ne dois pas croire aveuglément à tout ce qui est dit dans cette histoire. نكتفي بالقدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.